الأستاذ خالد عامر الناقد الرياضي موقع جريدة الأهلي الأسبانية ضيفنا العزيز في حلقة اليوم. يا خالد أهلا بيك. صباح مساء الفل. منورنا. إيه الأخبار؟ الحمد لله كله تمام، كله زي الفل. عندنا كلام كتير جدا هنتكلم فيه النهاردة. خلينا نبتدي بالنادي الأهلي، وبالتحديد رأيك إيه على مدار الفترة اللي فاتت في الفريق ومدى جاهزية النادي الأهلي لتحقيق أهدافه، لأن ده الأمر الأهم. الأهلي الفترة اللي فاتت ماشي بشكل جيد جدا، لكن الأهداف هل الأهلي قادر على تحقيقها سواء فيما يتمثل بالفوز ببطولة الدوري أو بطولة دوري أبطال أفريقيا من وجهة نظرك؟ طيب خلينا نبدأ أولا ببطولة الدوري. الأهلي ماشي بشكل أكثر من رائع، 10 انتصارات، رابع أفضل بداية للدوري على مدار التاريخ بعد 2001 و2005 و2011 2005 2006 و2011 ثبات في المستوى بشكل كبير جدا من اللعيبه. عمليه الروتيشن اللي ريني فايلر بيعملها ما بتاثرش على السيستم المحطوط. شايفين ريني فايلر على مدار الفتره السابقه لعب بثلاث خطط مختلفه. ثلاث خطط بدا 4 3 3 بارتكاز 1 و2 بوكس تو بوكس. الماتش اللي بعده لعب 4 2 3 1 اللي هي الخطه المعتاده. وبعدين 4-1 4-1. فاحنا شايفين اكتر من خطه بيتم تطبيقها، وفي كل الخطط في ثبات في مستوى اللاعبين، وفي سيستم محطوط بيتم المدوره من خلاله كويس. وده حاجه صعبه جدا للناس اللي بتلعب كوره وفاهمه يعني ايه عمليه انسجام ودخول في الريتم والحاجات اللي احنا عارفينها. دي عمليه صعبه قوي ان انت يبقى عندك عدد من العناصر المصابه اللي بتطلع، فبتغير الخطه عشان خاطر توائم اللعيبه اللي موجودين، وما تحسش ان انت خسرت حاجه او ما تحسش ان في رتم مختلف. كان قبل كده يا خالد الاهلي بيتاثر بغياب بعض اللاعبين، وبالتالي كنت بتلاقي ان ايه الخطه زي ما هي، واللاعبين اللي مش جاهزين بتحاول ان هم يبقوا جاهزين يطبقوا نفس الخطه. لكن انت بتتكلم في جزئيه مهمه قوي، وهو التنوع الخططي بالنسبه للمدير الفني، وده امر جديد في الحقيقه بالنسبه للمدير الفني موجود دلوقتي مع النادي الاهلي. ده حقيقي. يعني احنا يعني كنت معاك برضو في بدايات ريني فايلر، وقلنا ان هو بيفكرنا شويه بمانويل جوزيه، ونطمح ان هو يفكرنا اكتر بمانويل جوزيه على مستوى البطولات يعني. بس هو يعني لو اتكلمت تحديدا عن الـ عن الـ عن المساله الفنيه من ايام مانويل جوزيه لحد النهارده، انا ما شفتش واحد بيغير الخطه في وسط الملعب، ما شفتش مدرب عنده القدره في وسط المباراه في وسط المباراه عنده القدره على ان هو يغير شكل الملعب اكتر من مره زي ريني فايلر ما بيعملها من ايام مانويل جوزيه. يعني ايام مانويل جوزيه احنا كنا فاكرين شجره الكريسماس المعتاده 4-3-2-1، بس في نص الملعب ممكن تتغير 3-5-2، ممكن تتغير 4-3-3، بتتغير اكتر من مره. دلوقتي احنا بنشوف ده، بنشوف لعيبه بتطلع ولعيبه بتنزل. ممكن بتحس ان هو بيلعب مركز بمركز، بس خلي بالك يا مستر مانويل جوزيه كان في 3-5-2 برضه، هو ابتدى يعني كان موجود مع النادي الاهلي في الولايه الاولى والثانيه تحديدا، لعب 3-5-2 كتير. لعب 3-5-2 لا ما انا عارف، انا بقول لك هو بدا مع الاهلي 4-3-2-1 اللي هي شجره الكريسماس باحمد بلال وتحتيه خالد بيبو ورضا شحاته وخط الوسط وهكذا. بس هو كان بينوع اللعب، عنده 3-5-2 وعنده 3-4-3 وكان بيلعب باثنين مهاجمين احيانا، فاهم قصدي؟ فهو التنوع ده ما شفناهوش من ايام مانويل جوزيه لحد ريني فايلر. ريني فايلر بيعمل كده، بيعمل كده في فترات محدوده جوه كل ماتش. بس هو اقصد على يعني من ماتش لاخر ما عندوش مشكله ان انا الماتش بتاع النهارده هلعب 4-3-3، الماتش بتاع بكره هلعب 4-1 4-1، الماتش بتاع بعد بكره هلعب 4-2 3-1، بحسب المنافس وبحسب اللاعبين المتاحين ومين الاجهز من وجهه نظره لتطبيق الخطه كويس. فانا لا انا يعني على مستوى الدوري ريني فايلر عاجبني جدا. ننتقل الى الحلم الاهم، الافريقي. بس عايز قبل ما نروح لافريقيا عايز اتكلم برضو على مستوى الدوري وعلى التغير اللي بيعمله مستر فايلر بالتحديد. يعني كان الاول كان يقول لك ايه، انا عندي لعيب مثلا زي رمضان صبحي اتصاب او باش رمضان ممكن تلاقي حد يلعب في المكان ممكن ما يبقاش نفس الكفاءه مثلا او مش نفس المستوى اللي انت بتنتظره من رمضان، لان رمضان لعيب كبير في كل الاحوال. لكن عايز اتكلم مثلا على حمدي فتحي. تمام. فاحنا بنتكلم دلوقتي على ايه، لما غاب حمدي فتحي الخطه نفسها اتغيرت،
في الاول لعبت بالسوليه قدامه اثنين بالظبط قفشه وكان وليد سليمان صح بزبط. فالامر ده بتشوف هل ايجابي في صالح الفريق على مدار مراحل بعيده مقبله التنوع التكتيكي والخططي ولا التركيز على خطه واحده تحفظها اللاعبين يفضلوا يلعبوا بيها عشان يبقوا حافظينها صم زي ما بيقولوا ويقدروا ينفذوا الفكر ده؟ بص هو لا التنوع التكتيكي طبعا مفيد افضل طبعا بس خليني اقول ليه مفيد لان انت تحديدا في الحلم الافريقي اللي احنا كنا لسه نتكلم عليه لانه في افريقيا وباذن الله في كاس العالم للانديه انت بتلعب مدارس مختلفه بطبيعه لاعبين مختلفين من المنطقي جدا ان انت مش هتلعب بنفس الريتم قدام كل الفرق فلازم يبقى عندك وعي تكتيكي وعندك تنوع ومرونه خططيه في الملعب سواء من ريني فايلر او سواء اللعيبه اللي هيشربوا فلسفه ريني فايلر عشان يعرفوا يطبقوا التنوع التكتيكي لا حاجه ما تضرش الفريق خالص بالعكس الاهم من التنوع التكتيكي عشان خاطر تقدر توصل للتنوع التكتيكي دوت والوعي الخططي اللي بيخليك تبقى فاهم كل الخطط اللي انت حفظتها ان انت يبقى عندك في الاساس خطه واحده بتلعب بيها وشاربها هي دي الاساس بتاعي بالظبط وشاربها تماما لكن حسب مجريات الامور والمباراه وكلام من ده انا اقدر اعدل الله يفتح عليك هي دي ودي عايزه مقاومات لعيبه كويسه كمان طبعا الاهلي مليان لعيبه مقاومات عالميه لازم يبقى عندك نقطه الانطلاق انت الخطه بتاعتك اللي انت بتلعب بيها هي 4 3 3 بارتكاز واحد واثنين بوكس تو بوكس قدامه وجناحين وراس حرب صريح نقطة الانطلاق دي الخطة الأساسية؟ 4 3 3 أو 4 يعني هي 4 2 3 1 لا لا هو ما بيلعبش 4 2 3 1 هو بيلعب 4 3 3 أو 4 1 أنا بتكلم ما قبل إصابة حمدي فتحي 4 1 4 1 برضه 4 1 4 يعني حمدي فتحي ما كانش ارتكاز مع السولية كان بيكمل مع قفش حمدي فتحي كان هو الارتكاز والسولية هو اللي كان بيكمل مع قفش أو العكس أو بيتبادلوا المراكز بيتبادلوا بالظبط ودي نقطة من الحاجات برضه المميزة في ريني فايلر إن هو عنده اثنين بيجيدوا اللعب في مركز الارتكاز فمش مخلي واحد ثابت بحيث ان هو يبقى كجلمود صخر يعني فاهم قصدي؟ لا هو السولية ارتكز حمدي فتحي بيتقدم حمدي فتحي ارتكز السولية هو اللي صح بيتقدم صح حاله التنوع والحريه الحركيه بالنسبه للعيبه بتخلي اللعيبه اللي قدامك حتى مش عارفه تمسك مين مش عارفه تعمل ايه مين اللي هيقف ومين اللي هيجري فنرجع للنقطه الاساسيه كل ده حاله التنوع الخططي والحريه وكل ده لازم يبقى لها نقطه انطلاق نقطه الانطلاق هي 4 3 3 او 4 1 4 1 كويس ومنها بنبدا نغير الخطه وبنغير تحركات اللاعبين وبنغير الشكل في الملعب بناء على المنافس بتاعنا وطريقه لعبه كويس فلا التنوع الخططي اللي هو عامله في الدوري لحد دلوقتي 10 على 10 الاهم بقى اللي جاي الأهم اللي جاي طول الدوري ابطال افريقيا مباراه بلاتينيوم بتشوفها ازاي ومدى اهميتها في المرحله الحاليه من وجهه نظرك هي بلا شك يعني على الرغم من هي قدام فريق الى حد ما مش بالمستوى العالي كويس تمام بس هي مباراه حياه او موت ده بالنسبه لي انا ليه انت للاسف الشديد نتائج المجموعه اجبرتك ان انت بتنافس اثنين فرق من الفرق القويه جدا تقيله طبعا جدا طبعا والخساره المخيبه للامال اللي كانت في بدايه المشوار قدام النجم الساحلي خلت وضع الاهلي مماثل للانديه اللي بتنافسه يعني هو ما عندوش بس هي مش مخيبه للامال ولا حاجه لا مخيبه للامال للجمهور بعد بالنسبه للجمهور كهزيمه بس هي هزيمه كانت غير منطقيه لا هي ده مهم لازم نركز فيه يعني في الحقيقه احط خط بس تحت مخيبه للامال بالظبط كده مخيبه للامال نظرا للمستوى الكبير اللي انت قدمته طبعا انت قدمت مستوى الظلم التحكيمي عالي رهيب جدا يعني الناس ادرى باللي حصل في الماتش فمش عايزين نقعد نفتح وفي اجماع الجزئيه دي وفي اجماع بس مش عايزين نقعد نفتح مساله الحاجات ديت عشان خاطر ما نديش مبرر للاعبين ان احنا انت فاهم لا اطلاقا اطلاقا الاهلي عمره ما تعود على ان يبقى فيه مبررات خالص. للهزيمه في كل الاحوال لكن في نفس الوقت بيبقى فيه نقاط لازم تركز عليها لو انت خسرت بسبب اداء تحكيمي لا لازم يبقى فيه وقفه وده اللي حصل طبعا ده حصل فعلا فرجوعا النتيجه المخيبه للامال بعد المستوى الكبير اللي انت قدمته هناك عرفتنا انه مش كل مره هتبقى بتلعب فيها كويس هتقدر تكسب حلو في ظروف ممكن تبقى ضدك في المباراه بالظبط كده خاصه بره ارضك كويس والماتشات اللي جايه في منها اتنين بره ارضك اتنين ولا واحد بره ارضك لا الماتشين اللي جايين اتنين بره ارضك الماتش بتاع بلاتينيوم عندك بلاتينيوم بره والهلال بره عندك بس النجم هو اللي هنا في القاهره والهلال فرقه قويه طبعا وبتنافسك كابتن حماده صدقي عامل شغل ممتاز من اول ما راح في الحقيقه ممتاز فعلا
وبتنافسك على المراكز المؤهلة. فبالتالي الماتش اللي هيخليك تفرق شوية عنهم هو ماتش بلاتينيوم، خاصة ان الهلال لما هيلاعب النجم واحد فيهم هيوقع التاني كويس، او الاتنين يوقعوا بعض بالتعادل. مكسبك في مباراة بلاتينيوم ده يعني امر في منتهى الأهمية، خاصة ان انت تكسب بسكور، ان انت تكسب نتيجة مريحة ترسل بيها رسالة الى الهلال السوداني ان احنا بره ارضنا. والاهم انك تكسب، الاهم انك تكسب، ولا الاكثر اهمية انك تكسب بسكور؟ يعني بص زي دي، بص انا مش عايز اقول كلمه بسكوره، حاسسها هي مش موجوده في انا مش عايز بسكور دلوقتي. انا مش عايز المهم ان احنا نكسب. انا مش عايز بسكور، انا عايز باداء. مش مهم عندي السكور قد ما عندي الاداء. انا عايز نقاط. انا عايز النقاط بس. بالزبط. انا في نفس الوقت وانا بقدم وانا بلم النقاط، انا عايز اوصل رساله ان انا قوي، وان انا ببعت وان انا بلعب بره ارضي زي ما بلعب جوه ارضي. الفوز مهم، هو الاهم طبعا، الثلاث نقاط هم الاهم. بالظبط. بس دوت بيبقى بحسب الفريق اللي بيلعبك. يعني لو فريق متواضع لا، يبقى الاداء مهم بنفس اهميه النقاط. تمام. طيب لو الفريق قوي زي النجم الساحلي، الثلاثه بونت حتى لو هنلعب ازاي، الثلاثه بونت اهم حاجه في يعني الفريق. دلوقتي مطلوب من لعيبه النادي الاهلي التركيز في حصد الثلاث نقاط اولا، وأداء وبعد كده واداء اداء ولا عدد اهداف؟ لا اداء، لا 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 انا مش عايز عدد اهداف، مش طبعًا. مشكله. وهو الاداء احنا بنتكلم في حاله تساوي الامور في المجموعه في النهايه، يعني النقاط زي ما هي دلوقتي كده. انا دايما ما بحبش افترض الأسوأ. حلو. عشان خاطر ما يعني في خيالي بفترض الأسوأ عشان اعشم ما اعشمش نفسي. حلو. بس في الامور المنطقيه الطبيعي ان الاهلي ما يلجاش لفارق الاهداف. تمام. ده الطبيعي. كويس. فاهم قصدي؟ وده اللي انا بتعشم من اللعيبه ان هم يعملوه. حتى لو رحت الهلال، قصدك الاهلي لو كسب مالوش دعوه بقى بفرق اهدافك، هو ده المطلوب من النادي الاهلي انه يكسب بس كده. تمام. 1-0 صح. انت كسبت وخدت الثلاث نقط وعطلت الهلال. صح. صح. فمش هتلجا الى فرق الاهداف. فهو ده اللي انا بتكلم عليه. كويس. ادائك القوي في مباراه بلاتينيوم هو اللي هيخلي الهلال يخاف منك نسبيا في مباراه الهلال السوداني في السودان. فهتبقى خلي بالك احنا عندنا النجم، عندنا النجم قبل الهلال. النجم قبل الهلال. انا عارف. بس النجم هنا. النجم هنا. بتكلم ان انت هتطلع للهلال هناك. فانت عايز تبعت رساله ان انت بتلعب بره ارضك بنفس القوه اللي بتلعب بيها جوه. انت لو رحت للهلال في السودان ب 12 نقطه اعتقد الامور هتبقى اتحسنت. ب 12 نقطه اعتقد يعني. يعني كده خلاص. هيبقى فين بس الهلال والنجم في السودان اللي هو الجوله الجايه؟ الجوله الجايه. بس انت في نفس الوقت لو خدت الست نقاط باذن الله تعالى مباراتي بلاتينيوم وبعدين النجم مصر. انا برضو النجم النجم صعب، خلي بالك النجم صعب، ما بقولش ان هو سهل، النجم صعب قوي. انا قصدي ان التركيز دلوقتي ان انت تخلص نفسك في الماتش، تخلص نفسك في الماتش. عندك فرصه، منافس مش بينافس قوي على الصعود اللي هو بلاتينيوم، ومنافس اخر هيجي لك على ملعبك تقدر باذن الله تعالى انك تفوز عليه، فبالتالي تحسم الامور بقى وما تلجاش المباراه الاخيره. نتعشم في ده، هو ده السيناريو اللي بنتمناه يعني. بس في نفس الوقت احنا يعني مش عايزين نغفل العيوب اللي عندنا، ولازم ناكد عليها عشان خاطر اللي هي تواصل المشوار. اللي هي انت عندك نقص شديد في حاله الاصابات في خط الوسط، وعندك عقم تهديفي لازم الجهاز الفني والاداره يحلوه باسرع وقت ممكن. حلو. طب خليني تمسكها واحده واحده. نمسكها واحده واحده. النقص العددي في خط الوسط، بتشوف النقص العددي بسبب الاصابه يعني بتاعت حمدي فتحي ومين تاني؟ بسبب ومحمد محمود اللي ما شاركش اصلا. محمد محمود بس ماشي، احنا كنا ما هي خلي بالك من حاجه، ما هو انت بتبدا الموسم عامل طموحاتك على عدد معين من اللعيبه. لما لعيب منهم بيقع حتى لو ما كانش شارك، بس انت كنت حاطه في التصورات بتاعتك. يعني انت شايف الاهلي عنده مشكله في خط النص؟ لو حد وقع تاني، لو حد وقع بتكلم دلوقتي في الظروف الحاليه. حاليا لا، حاليا انت عندك عمرو السوليه وعندك قفشه وعندك ديانج قافلينها كويس. حلو. طب لو حصل حاجه لا قدر الله لاي حد من الثلاثه، عندك احمد فتحي. هل احمد فتحي رجله في الملعب؟ احمد فتحي هو بيلعب. لا يعني كهاف ديفندر رجله في الملعب يقدر. لا بس بيجيد اللعب لحد نهايه المشوار. يعني هو احمد فتحي لعب كمساك ولعب كظهير. لا احمد فتحي خبرات، احنا مش هنتكلم في خبرات. ايوه انا قصدي ان هو جاهز ان هو يشترك في اي مركز. هو جاهز طبعا جدا، بس انا اللي اقصده انت محتاج لعيب خط وسط اكثر درايه بمهام الهاف ديفندر، واكثر شبابا واكثر قدره على الاستمرار. انا عايز اقول لك ايه يا خالد، النهايه عايز اقول لك ان الحلول موجوده. الحلول موجوده طبعا، بعقليه زي عقليه مستر فيلر. يعني مثلا سي لا قدر الله، لا قدر الله لو حد تعرض لاصابه في نص الملعب، عندك احمد فتحي يقدر يجيب في المكان ده. عندك كمان مين؟ رامي ربيعه. ورامي ربيعه اصاباته كتير. اوكي بس هو موجود الراجل موجود. لا ما انا بتكلم، ما خلي بالك احنا دلوقتي بنحط
مسكنات، بنحط حلول مؤقته. انا مش عايز حلول مؤقته. طب لو رامي ربيع اصلا بيتصاب وهو مدافع، لو طلع بنص ملعب الله اعلم. تمام. رامي ربيع اتصاب من كام ماتش وقعد برده في على على طب انت شايف الحل ايه مثلا لو لا قدر الله في اصابات تاني في نص الملعب من وجهه نظرك؟ على مستوى افريقيا ولا على مستوى الدوري؟ في العموم. في العموم فرق الشباب. فرق الشباب. فريق الشباب. طب على المستوى الافريقي؟ على مستوى الافريقي لا، على مستوى الافريقي مش هينفع لان انت ما عندكش غير مكان واحد. يعني انت شايف الاهلي كده ليه مكان واحد ان هو يجيب لعيب؟ بترجح ان الاهم من الاهلي يجيب واحد في نص الملعب؟ لا، يجيب مهاجم. يجيب مهاجم. يجيب مهاجم. على مستوى الافريقي انت مش هتقدر تحل ازمه نص الملعب. ازمه نص الملعب لازم يبقى فيها نوع من الذكاء في التعامل والروتيشن ما بين اللعيبه عشان خاطر ما حدش يتصاب، وتعشم نفسك ان ما حدش يحصل له حاجه. تمام. ويبقى فيها نوع من الذكاء الاداري برده من 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 ريني فايلر في انه لو حد اتصاب هيحط مين مكانه. مش هتقدر تحل فيها حاجه. اما على مستوى الدوري انا بصراحه مختلف معاك في موضوع نص الملعب ده. انا شايف الاهلي يعني عنده وفره في نص الملعب. عندك السوليه، عندك قفشه، اوكي، عندك اليو ديانج. تمام. قفشه مش ديفندر، اوكي، بس بيجيد اللعب فيه. حلو. تمام. عندك احمد فتحي، عندك رامي ربيعه، ادي خمسه. في حد تاني فكرني؟ لا، دول اللي انا فاكرهم. في خط الوسط محمود متولي. في محمود متولي الراجل اللي جربه برده في نص الملعب وفي الاسماعيلي قبل كده لعب في المركز ده. لعب فانا شايف زمان. انت شفت الماتش اللي فات؟ محمود متولي نزل حوالي ربع ساعه في نص الملعب. حسين حسام عاشور على فكره. هل نزل؟ وحسام عاشور ادي سته. بس عايز ايه تاني يا خالد؟ طيب لا يعني انا كنت نازل حسام عاشور على فكره فعلا. وفي وليد سليمان ساعات بيلعب على المستوى الافريقي بس مش ديفندر. انا بتكلم على الديفندرات يعني. حسام عاشور لما انت فكرتني بواجبات دفاعيه يعني. بالظبط. لما انت فكرتني بحسام عاشور، لا عندك حق في حسام عاشور. بس وليد سليمان وقفشه لا، مش حتتهم يعني. ولا محمود متولي عشان بقاله كتير قوي ما بيلعبش فيها. انا قصدي يعني الدنيا مش هتقع. لا مش هتقع، بس هي واقعه في حته ثانيه. فين بقى؟ في المهاجم، في الهجوم. بتشوف يعني على الرغم من ان انت عامل رقم قياسي في عدد الاهداف اللي مدخلها في الدوري. طب ليه ما ناخدهاش من منطلق الايجابي؟ هقول لك بمعنى إيه. احنا دلوقتي مثلا عندنا هنا في مصر بالنسبه لنا المهاجم ده اللي هو الهداف. تمام. على مستوى العالم الفكر دلوقتي رايح في ايه؟ مش مهم اللي يجيب الجون، مش مهم المهاجم يكون هداف، ممكن يكون محطه، ممكن يكون صانع العاب، وده اللي بيحصل في اكتر من نادي في اوروبا. فهل ده مش شيء ايجابي ان عدد كبير جدا من لاعبي النادي الاهلي في مختلف المراكز بيحرزوا اهداف؟ لا، ولا هو شيء طبعًا سلبي عشان المهاجم هو اللي ما بيجيبش الاهداف؟ لا، شيء ايجابي طبعا. بس ايجابي، بس شيء ايجابي ان شيء ايجابي انه يبقى في اكتر من لعيب من مركز غير المهاجم بيحرزوا الاهداف. بس خلينا نحسبها حسبه ثانيه. انت بتجيلك كام فرصه بتقدر تخلص منها كام جون؟ انت بتجيلك فرص كتير جدا. تمام. لو عندك المهاجم القناص اللي يقدر يستغل يعني انصاف الفرص زي ما بيقولوا، انت كان يعني الرقم القياسي اللي انت محققه ده كنت ممكن تضربه في 3 4. تمام. كنت هتعمل فعلا رقم قياسي غير مسبوق. حلو. وعلى مستوى احنا كده اتكلمنا على نص الملعب خلاص، داخلين بقى على خلاص خلصنا نص الملعب. وعلى مستوى صناعه اللعب المهاجمين اللي عندك مش مهاجمين محطه. بخلاف مروان محسن اللي بيظهر على فترات وبيختفي على فترات. برضو مروان محسن انا عندي انا من اكتر، اعتقد برضو انت عارف القصه ديت اتكلمنا فيها كتير. انا من اكتر المناصرين لمروان محسن ودوره ك هو لعيب مميز فولس 9. انا بحبه كفولس 9. بس هو حتى كفولس 9 احيانا بيبقى مش باين قوي. كمحطه لعب، بناء لعب، ما بيبقاش باين قوي. انا محتاج مهاجم يعني. انا عندي دلوقتي صلاح محسن، وعندي ازارو، وعندي مروان محسن، وعندي جونيور جاي بيلعب. تمام. كمهاجم حلو. انا ما فهمش مهاجم خطاف. المباراه اللي فاتت اجاي جاب الجون الاول، كان حلو قوي. حلو. بس استغل لخبطه او تخبيط دفاع. المفروض ان هو مروان محسن لما اداله ال1 ومروان محسن اداله ال2، مروان محسن اداله ال2 ضعيفه جدا وبعيده عنه جدا، بس الحمد لله الدفاع ارتبك. هي اداها له بس خبطت في المدافع وراحت له. بس فاهم قصدي؟ المفروض انا كمحطه، معرفش اتفرجت على ماتش الميلان امبارح ولا لا. لا للاسف. زلاتان ابراهيموفيتش اول مشاركه ليه مع الميلان. المحطه كما ينبغي ان تكون. طبعا. اول ما نزل الميلان تقريبا ما بيعملش حاجه على الجون. بمجرد ما نزل كل كره بيقف عليها بيعرف عنده هدوء وعنده ثبات انفعالي. المفروض مروان محسن يبقى عنده هذا الثبات الانفعالي، انه مش كل كره يبقى متصربع ان هو يطلعها من رجله. المفروض. هل ده ناتج عن الضغوط اللي ممكن تكون على مروان على مدافع؟ قطعا بلا شك. يعني هل هدفين زي الهدفين اللي جابهم مروان محسن خلال الماتش اللي فات يفرقوا معاه؟ يفرقوا طبعا. وذكاء من فايلر
ان هو سابه في الهدف اللي ضيعه. ضيعه طبعا. انا واثق ان كان في كلام بين الشوطين ما بين فايلر ومروان محسن، والكلام ده ادى ان اللاعب كان نازل باريحيه في الشوط الثاني، مش حاطط في دماغه الهدف اللي ضيعه، وقدر ان هو يحرز الهدفين اللي احنا بنشوفهم دلوقتي على الشاشه. ده حقيقي. فده امر مهم جدا برضو، حاجه تحسب للمدير الفني ان هو ازاي يتعامل نفسيا مع اللاعب بعد ضغوط كبيره بيتعرض ليها، انتقادات طبعًا كتيره بيتعرض ليها، فرصه ضائعه ثمينه مهمه سهله جدا ضيعها في الشوط الاول. ده كانت مش فرصه، دي كانت مهم. تقريبا الجون فاضي يعني. حلو. عماد متعب كان بيقول ان انا كان في أسوأ فتراته مانويل جوزيه ما بيطلعوش من الملعب. طبعا عماد متعب قيمه، احنا ما حدش هيختلف على بالزبط. قيمه عماد متعب طبعًا في هجوم طبعًا مصر نجم كبير في عز فتراته السيئه، ما كانش بيطلع من الملعب. طيب نفس الحاله على فكره بالنسبه لمحمد فضل، في فتره من الفترات مع النادي الاهلي كان بعيد جدا عن الاهداف، وكنا بنلعب مباراه مهمه، مش فاكر، عايز افتكر كان تقريبا اتحاد الشرطه والاهلي متعادل، وفضل مضيع اجوان قد كده، ومانويل جوزيه بين الشوطين قال له هتجيب جون، وفعلا جاب جون وفضل راح. هو مانويل جوزيه كان متخصص في الحته بالزبط دي بالظبط، الجانب النفسي، الجانب النفسي. ورينيه فايلر برضو في لقطات تلو يعني لقطه تلو الاخرى في لقطات صغيره قوي اهو، بس هو راح له حتى بعد بيثبت لنا اهو بيثبت لنا انه فعلا اشبه مدير فني جه بمانويل جوزيه. التعامل النفسي مع اللاعبين وتجهيزهم للمباريات وتجهيز اللاعبين حتى ما بين الشوطين، زي ما انت تفضلت قلت ان هو اكيد اتكلم معاه، بالتاكيد اتكلم معاه ما بين الشوطين اللي تخلي مروان ينزل بالشكل ده يعني. بس هل الاهلي محتاج مهاجم؟ انا شايف ان الاهلي محتاج برضه مهاجم. لا انا شايف ان الاهلي محتاج، الاهلي عنده تنوع في اللاعبين، ما عندوش المهاجم الصريح، عنده الميز رانر وعنده الفوكس ان ذا بوكس وعنده، يعني عايز مهاجم بمواصفات معينه، ابقى عايز الفوكس ان ذا بوكس بس. تمام. هو عايز المهاجم المنطقه الخطاف اللي اي كره عرضيه شارده او وارده بيخطفها بيحولها جول، لان انت عندك بقيه المراكز موجودين، وده لا يقلل اطلاق اطلاقا من المهاجمين الموجودين دلوقتي. هو موضوع مواصفات بس، ليس تنوع تنوع وظائف. حلو قوي، حلو بس قوي. هو تنوع قد وظائف، قد تتعاقد مع لاعب اجنبي جديد يكون مهاجم خطاف، بس ما تحتاج لهوش في مباراه من المباريات طبقا لسياسه المدير الفني، فتحتاج لمروان او تحتاج لازار او لاجاي مثلا. ممكن يبقى عندك مباراة القلبين بتوعها هم سر قوتهم، وعندهم الأجناب ضعيفة شوية، ساعتها هتحتاج إن المهاجم اللي موجود عندك يبقى فولس ناين، بيطلع بره المنطقة. تمام. ويفضي الأجناب. ده يعني بيترتب على كل مباراة والمنافس اللي أنت هتقابله بالظبط كده، بس لازم يبقى عندك المهاجم الخطاف. يعني ما ينفعش فرقة بتنافس على أفريقيا ما يبقاش عندها مهاجم زي ما أنت ما قلت الخطاف اللي هو جوه. عايز يبقى المعنى. عندك كل الإمكانيات وكل الأساليب الخاصة بالمهاجمين عشان تقدر أنت تتحكم وتتعامل براحتك. لازم. احنا شفنا طبعا شفنا احد الاسامي المطروحه والاسماء المطروحه بليسنج اليكي، وشفنا برضو بالتصريح صراحه عشان ما ابقاش منافق، انا ما شفتوش بس شفت له لقطات يعني. طبعا. لما بدا الاهلي يفاوضه بدات اخش اتفرج عليه كويس. مهاجم الى حد ما كويس. هل اللقطات كافيه ان هي تحكم على اي؟ لا مش، ما عشان كده بقول انا مش ما اتفرجتش عليه. لازم القناعه تكون عند المدير الفني بالظبط. لازم. طيب مش عايزين نتفرج على الناس بخصوص اليكي، لان احنا مش عارفين هل هو الصفقه القادمه ولا لا، دي لسه. بس انا عندي اعتراض بس على الهجوم الشديد على اليكي. انا مش عارف الجمهور بيهاجمه ليه، مع انه ليه هو في هجوم عليه ليه؟ يعني في كتير قوي بيهاجموه انه مش هينجح وانه انا عايز بس الناس اللي بتهاجم اليكي يفتكروا لما هاجموا فايلر. اشكر انا يعني بس كده، هي دي. يفتكروا لما هاجمته فايلر، ويفتكروا لما هاجمته بيسيرو، وافتكروا لما هاجمته. انا عايز اقول لك على حاجه، جمهور النادي الاهلي دايما لما مثلا بيبقى بيهاجم حاجه تمام، بيبقى عشان هو منتظر حد لعيب جامد قوي او مدير فني جامد شوية. قوي، لكن يعني هم ما بيبقوش موجودين في المطبخ، في الناس اللي بتدير، الناس اللي بتبقى عارفه المشروع هيمشي ازاي، ومين اللي هينفذ المشروع ده، ومين اللي هيقدر يساعد في اتمام امور معينه بالزبط. بالنسبه للفريق بالزبط. فلكن ده شيء ايضا يحسب للجمهور، ما فيهاش مشكله خالص، دايما جمهور النادي الاهلي بيبقى عايز الاحسن، ما فيهاش اي مشكله خالص. طيب اتكلمنا في موضوع المهاجم كمان، وبالتحديد عايز اتكلم معاك عن اليو ديانج. ايه الاضافه اللي اضافها اليو ديانج للنادي الاهلي في المباريات اللي لعبها بشكل اساسي؟ الاضافه هما حاجتين اساسيتين هما اللي بالنسبه لي اللي فارقين في اليو ديانج. القوه البدنيه، انت كان عندك اغلب الكور اللي بتكسبها في منتصف ملعبك كنت بتكسبها بفاول او بتقطعها بفاول. فكره ان انت يبقى عندك حد قوي بدني زي اليو ديانج يقدر يحافظ على كورته
ويقدر يقطع الكوره بس بفارق القوه البدنيه، ده بالنسبه لك بيديك بريفليج عن المنافسين، ان انت بتقطع الكوره في مكان مهم جدا وبتبدا هجمه واعده والفريق الفريق المنافس كله عندك. ان هو كان هيبدا لسه هجمه وعدى نص الملعب وما يعني ما استحوذش على الكوره وما خدش منها فاول، فالهجمه ارتدت عليه بشكل سريع جدا، وده اللي ريني فايلر بيطبقه في المباريات الاخيره كلها، فكره نقل الملعب بسرعه. تمام. الحاجه الثانيه، احنا من زمان قوي ما شفناش لعيب سته بيزيد لحد منطقه ال 18 او في زي الجون بتاع مجدي قفشه المباراه اللي قبل اللي فاتت. تمام. والجون بتاع مروان محسن اللي فات لما ديانج بص الكوره لمجدي قفشه، قفشه تصرف تصرف ممتاز، هايل هايل من جميع الجوانب، تصرف اهلاوي يعني. عارف تصرف اهلاوي معتاد، واحد بيحب الفرقه مش بيحب نفسه. ما انا بقول لك هو تصرف، لا وغير ان هو واحد بيحب الفرقه، هو تصرف معتاد من لاعبي الاهلي. بالزبط. تصرف عماد متعب مع حسام غالي، حسام غالي مع عماد متعب، تصرف مؤمن وحسام ومتعب، فاهم قصدي؟ يعني تصرف معتاد ان انت تشوفه في النادي الاهلي، لانه خلاص اللي بيخش جوه السيستم دوت بيتطبع بطباعه. تحس ان قفشه بقاله كتير قوي في الاهلي. ده حقيقي. مع ان انا كنت شايف انه قفشه اول ما جه عنده احسن من كده، احسن يقدمه، بس ده طبيعي بيجي مع الماتشات، واعتقد انه عنده كمان احسن من كده، ولسه ما لسه اشكرك هو لسه عنده احسن. يعني دلوقتي احنا شايفين انه قفشه اصبح واحد من اللعيبه اللي تقريبا يعني ملهاش بديل في تشكيله الاهلي. بلاش كلمه ملهاش بديل للنبي، لان مفيش لعيب ملوش بديل بغض النظر. يعني لا انا اقصد الدور اللي بيعمله قفشه بيعمله، مفيش حد بيعرف يعمل الدور دوت غير قفشه، ولسه قفشه عنده اكتر من كده بكتير. على مستوى الفاولات وعلى مستوى العرضيات والكلام ده كله، قفشه عنده لسه اكتر من كده بكتير. نرجع لديانج. فكره الاستحواذ على الكوره في مناطق الخطوره، وفكره نقل الملعب من نصف ملعب الاهلي الى نصف ملعب المنافس بسرعه، دي حاجتين ما كناش بنلاقيهم في اللعيب رقم سته. كنا بنلاقي في الأربعة 2 3 1 كنا بنلاقي حسام غالي، بس حسام غالي كان ريجيستا ديفندر تاني جنبه حسام عاشور، الاثنين قافلين وبيقدر ينقله. وكان حمدي فتحي بيقدر يقوم بالواجبات دي برضه. حمدي فتحي بس حمدي فتحي كان النقطة التانية مش موجودة. نقطة إن أنت تاخد الكرة من غير فاول. حمدي فتحي عامل زي حسام عاشور، عامل زي يعني بيعتمد أكتر على التقفيل ومحاولة قطع الكورة، لو جلت منه خلاص عمل فاول. ديانج لا، ديانج ما بيقفلش. انت مش ملاحظ ان احنا على مدار الفقرة كلها، الفقرة بتاعتنا دي دلوقتي، نتكلم على مقاومات مختلفة للاعبي النادي الاهلي؟ يعني ده بيدل على ايه؟ بيدل على نجاح لجنة التخطيط للكرة بالنادي الاهلي في التعاقد مع عناصر بمواصفات مختلفة عشان يكملوا بعض، فبالتالي دي الاضافة المطلوبة للفرقة. يعني انت اتكلمت دلوقتي عن حمدي فتحي اللي احنا اتكلمنا في خط الهجوم، قلنا اصل مروان مواصفات تنوع ووظائف وحاجات، واتكلمنا عن خط الوسط بنفس القصه بالظبط. نص الملعب اتكلمت، احنا لو هنتكلم عن الباكات هنتكلم بنفس الطريقه. صح. لو اتكلمت عن الفرق ما بين علي معلول ومحمود وحيد هتلاقي نفس الطريقه. لا بالعكس، احمد فتحي ومحمد هاني، احمد فتحي بس دولت قدام، انا بتكلم على الصفقات الجديده. محمود وحيد لا، احمد فتحي ومحمد هاني طبعا. لا طبعا، يعني على مستوى التعاقدات تعاقدات مبهره جدا. نتكلم على حمدي فتحي بيقدر يلعب سته وبيقدر يلعب ثمانيه، ما عندوش مشكله خالص. محمد محمود ربنا يرجعه بالسلامه يقدر يلعب سته وثمانيه وعشره. نوعيه اللعيبه اللي موجودين في الاهلي دلوقتي، كنا زمان مبسوطين انه عندنا احمد فتحي جوكر، دلوقتي انت عندك اكتر من اربع خمس لعيبه كلهم جوكرات. انت لو رجع لك كريم نيدفيد كمان هو جوكر تاني. بالظبط. بيلعب وينج وبيلعب باك وبيلعب ديفندر وبيلعب 10. عندك كمان كوينجات، عندك كهربا ده جوكر، كوينجات يلعب مهاجم ويلعب يمين ويلعب فولس ناين ويلعب يمين او شمال ويلعب في الاربع مراكز بتوع الهجوم. فلا طبعا دي ميزة لجنه التخطيط. انا بس عندي مشكله مع لجان التخطيط في كل مصر، ودي اللي كنت بتكلم عليها من شويه، بخصوص فرق الشباب. فرق الشباب بمعنى ايه؟ لازم الاهلي، الزمالك، الاسماعيلي، الناس اللي عندها فرق شباب قويه توفر فلوس كتير جدا 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 بتصرفها في التعاقد مع لاعبين شباب اخرين، في النهايه تطلع. يعني احنا عندنا في الاهلي مثلا في عدد من اللاعبين المميزين، عندنا محمد فخري،
وعندنا العربي لعيب ديفندر، العربي بدر ممتاز، لعيب وعندك محمد عبد المنعم هاي، ومحمد عبد المنعم كنت لسه هقول لك عليه، عندك صالح نصر، وعندك صالح نصر، كل دول خلي بالك بيطلعوا في وعندك بس ما بيلعبوش، انا عايزهم يلعبوا بس اكيد هيبقى في توقيت هيلعبوا. ايوه بالظبط، ما هو خلي بالك من حاجه يعني ده اكيد كده موجود في خطط لجنه التخطيط. اكيد عندك مصطفى شوبير. مصطفى شوبير مصطفى شوبير لازم يلعب الكاس مثلا، فاهم قصدي؟ لا بس انت عندك شريف اكرامي يلعب الكاس، عندك شريف اكرامي، بس هو يعني اعتقد ان شريف اكرامي نفسه ما عندوش مشكله انه مصطفى شريف اكرامي طبعا انا بحترم في شريف اكرامي عقليته ممتازه، لا مش ده اكتر من ممتازه كمان، لازم تجهز الشباب دولت عشان خاطر هم اللي طيب يقودوا المسيره بعد عشان كده عشان اقفل ملف النادي الاهلي. الاهلي قادر باذن الله على الفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا بنسبه 80-85% ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، باذن الله نسبه مميزه جدا يعني، ان شاء الله نكون موفقين. عايز اتكلم في الملف الحفله بتاعت جائزه الافضل النهارده اللي هتكون في الغردقه، وسريعا اخد توقعات بعض جمهور النادي الاهلي من خلال التواصل على صفحات قناه الاهلي المختلفه على السوشيال ميديا. من فيسبوك مي محمد قالت ساديو ماني، سوسو محمد قالت ماني برضو، الحاج عبد الله قال ساديو ماني، هو كل بيقول ساديو ماني خلصان عشان الموضوع خلصان. مصري ابو عبد الله قال لك مثلا رياض محرز اللي هياخدها، رغم اني كنت عايز ابو مكه ياخد، طبعا كلنا كنا عايزين صلاح هو اللي يكسب. اسلام قال لك الخلوق ساديو ماني. مساء الخير، كنت اتوقع ساديو ماني. ده ابراهيم عيد. رضا داوود قال لك كله بيقول ماني. انت شايف ان ماني يستحقها؟ طبعا يستحقها. ليه؟ ماني على مستوى، على مستوى حتى سيبك من الهدوء والاريحيه اللي بيلعب بيها، وان هو بيعرف يوصل باسهل طريقه ممكنه لمرمى الخصم، وبيعرف يصنع وبيعرف يعمل الحاجات دي كلها. سيبك من الكلام ده كله. على مستوى الارقام انا مش هتكلم على مستوى البطولات، ساديو ماني واخد نفس عدد البطولات بتاعه محمد صلاح تمام، بخلاف ان هو واخد مع المنتخب المركز الثاني في كاس افريقيا الاخيره. بس صلاح بيتفوق عليه ان هو كان هداف ليفربول في الشامبيونز ليج فقط، فعلا السنه فرق هدف تقريبا، فرق هدف 5-4 بس اجماليا، اجماليا في 2019 انا ما بتكلمش عن موسم 2018 2019، بتكلم عن عام 2019 اجماليا، ساديو ماني متفوق في كل الارقام. هو الفرق كمان مع المنتخب، وفرق على فكره صور من كواليس الحفله، الكواليس الحفله. اعتقد ان الحفله يعني كعاده مصر في التنظيم هتبقى حفله مبهره، مبهره كعاده مصر في التنظيم ان شاء الله. احنا واثقين من كده في الحقيقه، احنا اي حاجه يا جماعه احنا قدها والله بجد، المصريين قد اي حاجه ده حقيقة. الحقيقه والايفنتات والحفلات اللي بتتعمل والاحداث اللي بتبقى موجوده في مصر اكبر دليل يعني الشكل اللي بتخرج بيه يعني حقيقة. طيب رجوعا سريعا لساديو ماني ومحمد صلاح، ساديو ماني في 2019 وشارك في 54 هدف، 54 مباراه، احرز خلالهم 32 هدف وعمل 13 اسيست. محمد صلاح شارك في 52، احرز خلالهم 25 هدف وعمل 12 اسيست، فرق اسيست واحد عن ساديو ماني، بس اجمالي الارقام ساديو ماني اعلى، بالاضافه الى تاني كاس امم افريقيا ده اداله. سريعا سريعا كده ساديو ماني يستحقه طبعا، غياب محمد صلاح عن الحفله بتشوفه ازاي سريعا؟ سيء، خطوه سيئه، خطوه سيئه جدا، ما كانش لازم يحصل. لازم طيب. معموله في بلدك وفي ارضك، وساديو ماني رحب بيك السنه اللي فاتت في السنغال، كنت لازم تبقى موجود، لازم تبقى موجود ايا كانت الظروف. لازم. استاذ خالد عامر الناقد الرياضي موقع جريده الاسر الاسبانيه، نورتنا وشرفتنا وحوار كان ممتع وشيق في الحقيقه. مبسوط دايما انا معاك، انا اسعد بكل تاكيد. بشكرك يا خالد، شكرا جزيلا. كان ضيفنا العزيز استاذ خالد عامر الناقد الرياضي الكبير، اتكلمنا معاه في ملفات عديده بالتحديد فيما يتعلق بالنادي الاهلي والتحديات الراهنه والمقبله بالنسبه للفريق، اللي اكيد نتمنى له كل التوفيق. دي كانت حلقتنا النهارده من كلام في الميديا، بكرة حلقة جديدة مهمة جدا من نفس البرنامج، استنونا، إلى اللقاء.